في تقرير الصباح، أطلق فنانون تشكيليون في السودان مبادرة جديدة لرسم جداريات في شوارع الخرطوم للتوعية بفيروس كورونا، وقالوا إنهم بصدد رسم عدد من الجداريات في الطرق الرئيسية للعاصمة. مبادرات تلو مبادرات هنا في السودان تشارك فيها فئات مجتمعية عدة، حيث نقف الآن في شارع الستين الحيوي في الخرطوم. سيشهد هذا الشارع وتحديدا على هذا الجدار الأبيض ميلاد مبادرة جديدة لتجمع التشكيليين السودانيين الذين يخططون لتلوين حوائط عدة في الخرطوم بجداريات تدعو لمكافحة والاحتراس من فيروس كورونا. هنا كما نشاهد تشكيليان سودانيان هما مازن معاوية كما نشاهد وعبد المجيد عفيفي يدشنان العمل في هذه المبادرة الجديدة التي ستعم أنحاء الخرطوم ومدن أخرى في السودان. انضم تشكيليون آخرون لمازن وعبد المجيد وبدأوا بخلط الألوان ومزجها تمهيدا لبدء العمل في دهن الحيطان في مبادرة لها أهداف محددة في شوارع الخرطوم. مازن، إلى ماذا تهدف هذه المبادرة؟ تهدف إلى الوقاية من خطر كورونا، من المرض المنتشر حول العالم. نحن بدأنا بأول حائط هنا في شارع الستين، وعلى استمرار حتى بعد الستين حنمشي مناطق لم نصل لها التوعية بعد. ويبدو أن اختيار وانتقاء الألوان ليس خط عشواء. عبد المجيد، تحدثنا عن انتقاء الألوان هنا على هذه. في البداية شكرا للتغطية الإعلامية الجميلة. الألوان هنا لأن المسألة دي خاصة بالإعلان أكثر من إنها الإعلان عن خطورة المرض، الإعلان عن التوجيهات وزارة الصحة، الإعلان عن، فبالتالي الألوان المستخدمة مفترض تكون ألوان بنقول عليها أتراكتيف أو ألوان ظاهرة للناس. يعني كان جدارا أبيض ثم بعد عمل مضن لساعات تحت هجير الشمس ها هو الآن يكتسي بالألوان للتحذير من فيروس كورونا. خالد عويس، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.